اهلا وسهلا بالجميع. قررت ان انا اقول لكم على طريقه ان احنا ندور الورق القديم لورق جديد ان احنا نقدر نرسم عليه. انا جربت ان انا ارسم عليه، رسمت رسومات صغيره، كانت تجربه حلوه والورق شرب معايا الميه، وكانت تجربه حلوه بالالوان المائيه وما كلكعش زي الورق العادي. ابدا اقصص الورق بتاعي وابدا اعمله قطع صغيره بحيث ان هو ما يجي يخمر، واجي اضربه في الخلاط ما يكلكعش ولا يعمل حتات كبيره قوي. انت جديد اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو اذا عجبك. بعد ما خلصت القص بتاعي هبدا ان انا انقعه في ميه علشان الورق يشرب الميه ويبقى سهل في ضربه في الخلاط. الورق بتاعي خلاص شرب الميه، هبدا ان انا اضربه في الخلاط وارجع. وده شكله بعد ما ضربته في الخلاط، بيبقى طري جدا. وما اجي اضربه في الخلاط بحط شويه ميه علشان يضرب معايا كويس. هبدا ان انا استخدم المصفى ده علشان ان انا اصفي بيه الورق من الميه. هبدا اجيب اسفنجه عشان اتخلص من الميه كمان اللي على الوش، وهبدا ان انا اجيب قماشه علشان ان انا انزل عليها الورق بتاعي عشان ينشف على القماشه دي. هبدا ان انا اجيب طبق كبير واملي فيه ميه عشان احط فيه الورق بتاعي اللي انا عملته في الخلاط، وابدا ان انا اصفيه من الميه. استنى لما يتخلص من الميه بتاعته بالراحه، هبدا ان انا اجيب كمان طبق علشان يتصفى الميه اللي فيه، وهبدا ان انا اصفي الميه اللي على الوش بالسفنجه بتاعتي. ابدأ ان انا اطبطب بالراحة بالسفنجة عشان اسحب المية اللي فيها، واسحب بالراحة علشان الورق بتاعي ما يتقطعش. Thank you.
الورق بتاعي جاهز، هبدأ ان انا انزله على القماشة وهطبطب عليه من فوق علشان ان هو ينزل ما يلزقش فوق في المصفى. بعد كده لو الورق بتاعي كان بايظ هبدأ ان انا اجيب الجزء من القماشة واحطه فوقيها وهبدأ ان انا افرده بنشابة او اي حاجة رول. بحاول ان انا افرده بايديا بس كنت خايفه جدا للورق يتقطع لان الورق ده بيبقى رقيق جدا مع هو في ميه، لما بيبقى ناشف بقدر ان انا اشيله من القماشه واقدر ان انا استعمله. نجحت ان انا افرد حته صغيره منه بس كنت خايفه جدا لا يتقطع مني، كنت بتعامل معاه بالراحه جدا. جبت الالوان بتاعته وبدات ان انا الون الورق عشان عايزه ورق ملون ورق ساده، فكنت عايزه مشكل. احط الوان لما طلعت الدرجة بتاعتي اللي انا عايزاها.